شكرا لزميل هشام الخلصي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم معنا في هذا اليوم الجديد وفي المباراة رقم 32 في يورو 2016، المباراة التي تجمع بين المنتخبين الأكثر إبداعا في البطولة ربما حتى الآن. وبطبيعة الحال روخا المنتخب الإسباني، الكرة الجماعية الممتعة، وإنييستا في مقابلة الكروات اللي يلعبون السهل الممتنع والتكتيك العالي، وراكيتيتش في غياب مودريتش بطبيعة الحال في قائمة المنتخب الكرواتي في مباراة اليوم. مباراة في غاية الأهمية لكلا المنتخبين هذا اليوم من أجل الحصول على صدارة هذه المجموعة. أهمية قصوى لديلبوسكي في هذه المباراة، يلعب بالقائمة في الدفاع، كالينيتش تحضير بالرأس لكن بيكو وسهلة لدخية. فران مدافع الأتلتي يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن داخل منطقة الجزاء دفاع تدخل نيكولا كالينيتش وسرنا بعيدة بعيدة بعيدة. الجبهة اليمنى سيلفا مرة عادة من الثاني، خطيرة لإسبانيا بيني ذكية وسوسك. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله يا إسبانيا، هكذا الكرة إلا فلا. لروخ المتعة، لروخ اللمسة الجماعية، لروخ الإبداع، لروخ الإمتاع يا ديلبوسكي. شوفها مرة أخرى، واحدة واثنتين، الثالثة عند بوسكيتس، الرابعة لسيسك، التحرك من موراتا، التسلل لم يكن موجودا، الكرة عادت بعد ذلك لسيلفا، تحرك وطلب الكرة، سيلفا على جهة اليسار عرضية خطيرة وكرة. كرواتيا كما أنت محظوظ يا دخية، نعم محظوظ، نعم محظوظة يا إسبانيا، نعم كرة كانت هدف لكرواتيا. العارضة منعت الكروات إلى إنييستا، إنييستا يبحث عن سيلفا يلعبها طويل على اليمين خطير الإخوان، وفرصة بكي تدخل يبعدها الدفاع وبعد ذلك راموس. عود مرة أخرى لسيلفا بين يدك يا إسوسك لكنها ماري خطير، نوليتو لموراتا ولكن الدفاع فقد الأيام. هذه خطيرة لمصاعد دافع سيلفا متاحة قوية ولكن حارس المرمى يتدخل في كرة خطيرة جدا لسيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي. ممتاز المنتخب الإسباني، سيلفا يحاول التسديد يكسب خطة بالخارج منطقة الجزاء، كان يريد سيلفا، كان يريد سيلفا وراموس، سيلفا يلعبها تصطدم في الجدار الدفاعي، إنييستا في مكان خطير عرضية إنييستا ولكن الحارس تدخل. تدخل سيسكي مربع بمهارة، نوليتو قوية، towards Chorluka. It was a good header back across the face of goal. The volley difficult for Milan Badel to control. They're very narrow there. They على اليمين سرنا عرضية خطيرة بالرأس لكنها بعيدة، خطيرة جدا هذا الخطير دائما والمتحرك. إسبانيا في الهجوم خطيرة، الإخوان فران يلعبها عرضية ولكنها تمر. لقطة من جانب السيسك بينها لموراتا. Nolito takes. It's with Sergio Ramos. That's a real chance. It did come right over the head of Badel, and maybe Sergio Ramos didn't expect it to reach him, but. الجهة اليسرى خطيرة لكرواتيا، بيرسيتش يحاول أمام أخوان فران عرضية خطيرة وجميلة، الله مروع الكروات، الله مروع الكروات، لمسة يا معلم، أي كرة عرضية في منتهى الروعة،
كرواتيا جميلة. شوفها من إيفا بيرزيتش، عرضية ذكية من بيرزيتش ولمسه الثعلب كوليليتش أكلهم في هذه اللقطة. لدغة رائعة، روعة يا كرواتيا، عرضية ذكية في وقته بعد دقائق بسيطة من إضاعة موراتا الانفراد. لم يضيع كالينيتش تلك العرضية الساحرة من جانبي بيرزيتش. تتعادل كرواتيا وينتهي الشوط الأول بهذه الوضعية المثيرة. انتهى كل شيء، الشوط الأول ينتهي، إسبانيا هدف، كرواتيا هدف. شكرا إسبانيا المتصدر في هذه المجموعة. خطيرة لإسبانيا، سيلفا لينوليتو تركها وقوي. جوردي تحرك سريع، خطيرة لإسبانيا، الدفاع أمام موراتا خطيرة للإسبان، ولكن الدفاع الكرواتي كان حاضر. شوف التمريرة الساحرة. راكيتيتش تاكس سيرجيو راموس got his head to the ball. Croatia have a corner. Good defending there. خطيرة لكرواتيا، ولكن دفاع وكرة. الله على الكرة. جوردي ألبا، ألبا عدى بمهارة من الأول، ألبا قوية تصدم في الدفاع، يحاول مع هذه الركنية الخطيرة بالرأس من رامو. سيلعب كرة للأمام تتا سيلفا، وركلة جزاء للمنتخب الإسباني. لماذا تركتموه لوحده؟ لماذا أعطيتوا كل هذه المساحة يا كرواتيا؟ الوهلة، اللمسة، المرة الوحيدة اللي تركا إندريستا لوحور قائد الماتادور. راموس يلعب كرة كرواتيا. يا لها من لقطة يا سوبازيتش، يا لها من ردة فعل رغم قوتها. شوفها من جانب سوبازيتش اللي بدأ متقدما جدا في اللقطة الماضية قبل تنفيذ الركلة يا حكم، وبعد ذلك ضاعت على إسبانيا. المهم أنها ضاعت الكرواتيا، تقدم الحارس أم لم يفعل، في الأخير ضيعها راموس وتألق سوبازيتش، وأبقى كرواتيا في الموعد. إيفان راكيتيتش من مسافة بعيدة، كرة قوية وأيضا ما أهم، كرة للأمام خطيرة لبيرزيتش، الدفاع تدخل وراموس خلصها، وفي الأخير إلى خطأ على بيرزيتش. سيرجيو راموس again winning. يهاجم، عرضية خطيرة لأدوريس، مرت من أدوريس. الكرة العرضية من فابريغاس مرت من الجميع، وبعد ذلك كوفازيتش على حساب ماركو روغ. Fighting to Busquets, it's a chance for Adaris. نيكولا الآن يحاول كالينيتش مع بيرزيتش، مرتدة سريعة، بيرزيتش على اليسار خطيرة لكرواتيا. فعلتها كرواتيا. شوف اللقطة، المرتدة الرائعة،
الله يا نيكولا كالينيتش، القطار السريع، بيرزيتش السريع، ضربة في الزاوية البعيدة، هدف جميل لكرواتيا، هدف جميل لكرواتيا، وهدف يعني صدارة ومرارة يا إسبانيا مرارة. الله على الكروات وما فعلوه، والله على كرة القدم، والله على الهجمة المرتدة، والله على سرعة بيرزيتش. سلفا يمر، سلفا عدى، سلفا خطيرة وديرة، لقطة ختام لم تأتي بشيء للإسبان، ضاعت من سلفا هدف وحقق، وضاعت من إسبانيا صدارة، وحققت كرواتيا كل شيء في مباراة اليوم. كل هذا بدون لوكا، هل تعرف ماذا يعني مودريتش؟ كرواتيا تقلب الطاولة في وجه إسبانيا.